للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد وسام توفيق، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية. أستاذ وسام، مرحبا بك. وزعتم منحا مالية على العائلات النازحة في مخيم ليلان الأول، لو حدثتنا أكثر عن حملتكم هذه في كركوك. نعم، تحية طيبة لك أخي الكريم. حياك الله. في سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية، وزعت مؤسسة العراق المنح المالية في 500 عائلة نازحة من العائلات التي نزحت من محافظة الموصل وقضاء الحويجة وقضاء بيجي وبلد والدجيل، وكذلك ناحية الصينية وناحية يثرب، المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين، وكذلك بعض من المناطق التابعة لحزام بغداد، الذين يسكنون مخيم ليلان الأول الواقع شرق مدينة كركوك، والبالغ عددهم أكثر من 1500 عائلة. هذه الوجبة أخي الكريم هي الوجبة الأولى التي قدمتها مؤسسة العراق للعائلات النازحة داخل المخيم، وستليها بإذن الله تعالى حملات أخرى بشمول جميع تلك العائلات في مخيم ليلان الأول. كيف تصف أوضاع العائلات في المخيمات؟ والله أخي الكريم، وجد يعني حالة يرثى لها، حالة مأساوية، يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم. هنالك إهمال واضح في جانب الصحة والتعليم، وهذا الإهمال يعني راجع سببه بغياب حكومي واضح في حل أزمة النازحين وتسهيل رجوعهم إلى مناطق سكنهم، وكذلك قلة الدعم للمنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية لتلك العائلات. هل الحكومة يعني عاجزة عن مساعدة النازحين إلى هذه الدرجة؟ والله يا أخي الكريم، يعني كما تفضلتم في تقريركم، الحكومة أظنها والله تعالى أعلم أنها تلعب على ورقة النازحين في عدم إرجاعهم إلى مناطق سكناهم، وهذا للاستفادة من الحال التي يرثى لها. كيف يستفيدون من هذه الأزمة؟ كيف يستفيد العائلات؟ نعم. أخي الكريم، يتخوفون من الرجوع، والسبب في ذلك الخروقات الأمنية الكثيرة في تلك المناطق، وكذلك الكثير من تلك البيوت غير صالحة إلى السكن. هناك يعني عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عبد الخالق العزاوي قال بأن من يعوق عودة النازحين إلى مناطقهم المستعادة هو بعض من المنتفعين، من يعني ينتفعون من وجود النازحين في هذه المخيمات. كيف يتم الانتفاع من وجودهم؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ وسام توفيق، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية في كركوك.